وصحبه وسلم الذي قلبي تأخذ عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عمي هذا. وكان هذا الحاصل منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بانتهاء عمره النبي الشريف، ترى كل مدح في النبي مقصرا وتسطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد صلى الله عليه وسلم، وإن داوم المثني عليه وكرر إذا الله أثنى عليه بنفسه كفاه بذا فخرا من الله أكبر. وفي سورة الأحزاب صلى رب عليه بذاته، فما مقدار ما يمدح الورى، يطيب لذي القلب المنور ذكره كما طاب برد الماء للكبد الحار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى يوم الثامن من ذي الحجة إلى يوم التروية، ومما يتأمله المسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم باق في إحرامه 13 يوما، لا تبرم عليه الصلاة والسلام ولا اشتكى، وإلا لنجد كثيرا من الحجاج متبرم من إيش؟ من الإحرام. سبحان الله، الآن 13 يوما عليه الصلاة والسلام، والصحابة الكرام جلهم قد تحللوا الحل كلهم، حتى عمر قال يا رسول الله أنأتي من ومذاكيرنا تنطف منيا؟ قال الحل كله يا عمر، وزوجاته أيضا أحللنا. قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها لأنها كانت حائلة، ومع ذلك بقي في ذكر الله صلى الله عليه وسلم وفي تلاوة القرآن وفي الاستغفار وفي التلبية مستمر. تجد الحجاج خلاص لبى دقيقتين بعدين مسك الجوال، طلع من تويتر إلى فيسبوك ويلعنوك، دخل عباد سلهي ابن اليتيم، هذه حياة الحج. أي حج هذا؟ أنت تقنع نفسك أنك حجيت بهذه السورة؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق. الرفث هو دواعي كلام الجماع الذي يكون بين الرجل وزوجه، والفسوق هو كل خروج. إن إبليس كان من الجن ففسق. وقال الجوهري وأحمد بن فارس وغيرهما من أهل اللغة فسقت التمرة إذا خرجت عن ثمرتها، وهذا جالس من صورة لصورة من مقطع لمقطع من غناء لغناء من حفلة لحفلة يقول لك أنا حاج ما حججت، ولكن حجة العير، حج الإحرام، حج الدابة اللي تراكبها، حج المحفظة اللي تشايلها، لكن أنت في حقيقتك ما حجيت. لذلك يا كرام يا فضلاء، لابد الإنسان أن يعالج نفسه في الحج، أين يجد قلبه في الحج؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. اعتبرها أخي المبارك دورة، خذ معاك ما يصلح منها واترك ما لا يصلح منها، ويكون الجوال بقدر عند الحاجة. أما إن أغلب الوقت تجد أن النذر اليسير منه لذكر الله، والبقية كلها الجواب. هذا حرمان، كما يقول شيخنا الشيخ العلامة الفضيل المحدث يقول وإن الحرمان لا آخر له، والمحروم من حرم، هو لا يحرمنا وإياه، أن تكون في تلك البقاع المباركة وأنت محروم. بقاع قال صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر. قالوا بالجنة يا رسول الله؟ قال نعم. الله أكبر. ما أهل مهل والإهلال لبيك الله، ولا كبر مكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا بشر. قالوا بالجنة؟ قال نعم. ثم بعد ذلك تجد بعض الناس كالحية الصماء ما يتحرك لسانه بشيء، والأدهى من ذلك هو جالس في غيبة ونميمة ويقطع في لحوم الناس ويقول لك أنا حاج، ما ترك أحد إلا أكل لحمه بين أسنانه. تأمل في هذا الحديث، يقول عن أنس كانت العرب إذا خرج المسافرين أخذوا معهم من يخدمهم، وخرج النبي مسافرا عليه الصلاة والسلام فوقع بلال في خدمة الصديق والفاروق، فنام يوما أخذته عينه في النوم فقال أين طعامنا؟ قال ذهب بي النوم.
قال إنه لنبوم. كلمة هي ناس وجود النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ترى بلال تأخر علينا وما أعد الطعام. قال لقد أكلتما حتى شبعتما. قال والله ما أكلنا شيء يا رسول الله. قال ألستما القائلين كذا وكذا؟ قلنا بلى. الوحي يخبرك عليه الصلاة والسلام. قال إني لأرى أثر لحمه بين أسنانكما. لا حول ولا قوة. قال الله عز وجل أيحب، سؤال استفهام الغرض منه الإنكار والتوبيخ، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فأكلتموه؟ والله لا حي ولا ميت لأكل لحمه. وهذا أخونا في الله جالس طول الحج وشغال غيبة ونميمة، غيبة ونميمة، غيبة ونميمة، غيبة ونميمة. يا رجل لابد أن أنت تحتسب أن الحج فقط هو عبارة عن حركات، أيها المبارك الكريم، سعي وطواف ووقوف ورمي. لا، لابد أن يحج القلب قبل أن يحج البدن. لابد هذا القلب أن يتغير، لابد هذه الأخلاق أن تتغير، لابد هذا اللسان الذرياب. عندنا الذرياب والزرياب، الذرياب بالذال أخت الدال، اللسان السفيح حاشاكم السليط كما قال القحطاني في نونيته ذرب اللسان معاني، واللسان الذرياب بالذال أخت الراء يعني الذهب الذي لا يخرج منه إلا كل ما لذ وطاب، كل ما كتب في موازين إيش؟ في موازين حسنة. حافظ على هذا وانت في الحج. يوم ثمانية هذا يوم التروية. روى الطبراني وفي الجامع الصحيح للألباني رحمه الله عليه شيخنا قال إن الله فضل قريش بماذا؟ جعل عبد الله 10 سنين لم يشركوا به شيئا، وفيهم النبوة، وفيهم الخلافة، وأنزل سورة فيهم لا في غيرهم، وأهلك عدوهم، وجعل فيهم السقاية والرفادة والحجابة. 8 الحجاب في عثمان بن أبي طلحة، السقاية في قريش. هذا هو يوم التروية، يعني كانوا يستعذبون الماء في المناسك عرفة ومزدلفة ومنى ليشرب الناس. والآن الدولة جزاها الله خير وكتب الله أجرها، ودائما ندعو لولاة الأمور، ادعو لهذه البلاد يا كرام، ادعو بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. الماء الآن في كل مكان، ماء معالج، تريدد ووتر، ماء مرتب، في كل مكان. كانت قريش يوم 8 هذا تستعذب ما تحطه عشان ايش؟ الحجه. لذلك سمي بيوم ايش؟ بيوم الترويه، اي يستعذب الماء ويجمع ليروى به الحجيج. وافضل الصدقه عند مسلم سقي الماء، فما بالك اذا كان هذا سقي كل مين؟ لضيوف الرحمن، لوفد الرحمن. وهنا لطيفه اقولها يا كرام، ان الشيء الذي يعني يحز في النفس لما تأتي في النفرة من عرفة إلى مزدلفة تجد عشرات مئات الكراتين ملقاة على الأرض. صحيح ولا لا؟ النعمة والله سيسألنا الله عز وجل، سيسألنا الله تبارك وتعالى. كان في حديث ابن التيهان في الصحيح لما النبي خرج جائعا عليه الصلاة والسلام فلقيه الصديق، أنت وين؟ قال والله ما خرج إلا الجن. قال حتى أنا كمان. ثم لقي الفاروق قال هيا بنا الى ابن التيهان، وكان من اهل المدينه عند بستان ومخرفه وكذا. الشاهد ذبح لهم وجاب لهم التمر واكلوا. قال ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. يقولون يا رسول الله واي نعيم انما هما الاسودان التمر والماء. قال سيكون. وفعلا الناس الان في نعمه ومحبوبه. اشكر هذه النعمه، اشكر هذه النعمه واحفظها. وجدت خبزة أزلها، وبعض الناس تلقى جالس في الحملة ويأكل ملذة وطاب، يقول لك يا أخي أكلي زي الزفت. لا حول. في الناس أنا قلت لك أنت ما شاء الله فطحات نزلك فطور غداء أوبن بوفيه مفتوح بارد وساخن على مدار الساعة، كل أنواع الفواكه في الصيف والشتاء كلها عندك جالسة وتقول زي الزفت. أعوذ بالله من لسان لا يشكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حديث عائشة الصحيح الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين، ويوم يوقد في بيت النبي نار عليه الصلاة والسلام. يقول هشام بن عروة هذا عروة يقول ما كان طعامكم يا أمة يا أمة؟ قالت الأسودان التمر والماء. وكما قلنا في أول كلامنا عن مكة وتاريخها أن إبراهيم دعا لأهل مكة فين؟ في اللحم والماء.
فلا يعدم أهل مكة من اللحم ومن ومن الماء ويكفي زمزم. إذن هذه عبادات تحتاج منا أن نشكر الله عز وجل، تحتاج منا أن نحافظ. إنما تدوم النعم بالشكر. وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك يقولون في الأمثال: من شكروا زادوا ومن جحدوا كادوا. اشكر لتزداد النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيد النعم. الإنسان يشكر الله ويحافظ على التوحيد ويحمد الله. إن الله يحب من عبده إذا أكل أكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب شربة أن يحمده عليها. النبي عليه الصلاة والسلام بقي على الإحرام يوم 8، صلى في الحجون الفجر وضحى، ذهب إلى منى من مسافة 8 كيلو، قطعها في ساعتين عليه الصلاة والسلام. فمن كان متمتع سيهل من بيته، من أهل مكة يهل من بيته، وأهل مكة يهلون منه، يلبس إحرام ولبيك اللهم حجا متمتعا أو لو لم يقلها لا حرج، إنما نية محلها القلب. ومن كان مفردا أو قارنا لا يزال باقيا على إيش؟ إحرامه. يتحرك الجميع متمتعون مفردون قارنون إلى منى، يصلون فيها الظهر ركعتين في وقته، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب 3 لا تقصى في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، ويحافظون على 4 سنن الحاج لا يتركها: الضحى، قيام الليل، الوتر، ورغيبة الفجر. هذه لا تترك لا في حضر ولا في سفر. ثم يصلي فجر يوم 9، فجر يوم 9، لأنهم سيتحركون إلى أعظم أركان الحج، الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل في يوم 8 في منى؟ المبيت بمنى يوم 8 سنة إجماعا، كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني، ونقله الخرشي، ونقله النووي في مجموع شرح المهذب، ونقله ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ونقله ابن المنذر في الأوسط رحمة الله على عدد جميع. هذا إجماع أنها سنة، فمن فاته معلش، لا معلش، المباشرة راح يوم 9 إلى 10 سنة هي المبيت فيها. ونحن لما نقول سنة لا نتهاون فيها، إنما لكي يعلم الناس أحكام النسك، ولكن نحن نحافظ على كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لنؤجر في حجتنا، لكن نوضح هذا لكي يستبين للناس أحكام النسك. تفضل. يعني هنا معناها على أن السنة إذا استطاع يؤجر وإذا تركها لا لا شيء على حسنتم سيشاء. نعم، السنة لغة هي الطريقة، ومنها سنم الطريق، واصطلاحا هو ما يؤجر فاعله امتثالا، ومن تركه لا شيء عليه. ونهتبل في كل شيء احنا نفعل على قدر استطاعتنا، لا يكلف الله نفسه الا وسعها. ولذلك من القواعد الاصوليه يقولون: لا حرام مع اضطرار، ولا واجب مع العجز. هذه قاعده اصوليه كما نقلها الشيرازي والزركشي وغير واحد رحمه الله على جميع. الجمع لا ما في جمع في المنى فضيلتكم، لا كل صلاة في وقتها رعاكم الله. الجمع سيكون في عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، وسيكون في مزدلفة مغرب وعشاء حسب ما تصل، حسب الوقت الذي تصل فيه. ما دون ذلك كل صلاة في وقتها قصرا من أعمال النسك. ماذا نفعل في منى؟ تلبي، تستمر في التلبية، تلاوة القرآن، الدعاء، الاستغفار، أن تشغل ذلك الوقت بذكر الله تبارك وتعالى. إنما جعلت كل هذه المشاعر والمناسك لذكر الله عز وجل. ثم تحرك الركب المأمون الميمون ضحى في يوم 9 إلى عرفة. هذا يبغى له جلسة، هذا يوم الحج إلى عرفة، نخلي بكرة إن شاء الله عز وجل. الله يكرمك. سؤال هنا، خليه معنا، خليه معنا. ماذا حدث الجمع يوم 8؟